بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. المزمور 72 لسليمان ابن داود الملك بركاته فلتكن معنا، أمين. من آية 11: ويسجد له كل الملوك، كل الأمم تتعبد له، لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين، إذ لا معين له. يشفق على المسكين والبائس، ويخلص أنفس الفقراء من الظلم والخطف، يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه، ويعيش ويعطيه من ذهب شبع، ويصلي لأجله دائما، اليوم كله يباركه. تكون حفنة بر في الأرض، في رؤوس الجبال تتمايل مثل لبنان ثمرتها، ويزهرون في المنى المدينة مثل عشب الأرض. يكون اسمه إلى الدهر، قدام الشمس يمتد اسمه، ويتباركون به كل أمم الأرض ويطوبونه. مبارك الرب الله إله إسرائيل الصانع العجائب وحده، ومبارك اسم مجده إلى الدهر، ولتمتلئ الأرض كلها من مجده، أمين ثم أمين. تمت صلوات داود بن يسى، والمجد لإلهنا دائما أبديا، أمين. هذا هو نهاية الكتاب الثاني، وقلنا إن الكتاب الثاني يتقابل مع سفر الخروج، والكتاب الأول من مزمور 1 لـ 41، والكتاب الثاني من 42 لغاية 72. عشان كده الكتاب الثاني هو سفر الفداء، والمزامير كلها بتركز لينا على عمل الفداء. وقفنا قلنا كده بالاختصار إن هذا المزمور ينقسم إلى 6 أقسام. القسم الأولاني من آية 1 لـ 7، وشرحناها، الوصف المجيد لملك المسيح. من 8 لـ 11 لابد أن يملك على الجميع. من 12 لـ 14 يملك بالعدل. من 15 لـ 17 ملكوته أبدي. من 18 لـ 19 التسبحة الختامية. ثم أخيرا التزييل اللي هو تمت صلوات داود ابن يسى. احنا كنا في رقم 3، ملك العدل. فملك العدل احنا وقفنا عند آية 11 اللي هو ملك على الجميع، فمن 12 هنقول ملك العدل، بس هنبتدي من آية 11. بيقول ويسجد له كل الملوك، وكل الأمم تتعبد له. ليه يسجد له كل الملوك؟ لأن المسيح يسوع أصلا جاء لكي ما يملك على الأرض. أقولها تاني، المسيح يسوع جاء لكي ما يملك على الأرض. طيب، في دليل على ذلك، في 3 أدلة. الدليل الأولاني بشارة الملاك جبرائيل للعذراء، يجلس على كرسي داود أبيه. إيه هو كرسي داود؟ ها؟ أورشليم، أو العاصمة، زي ما نقول مثلا كرسي السيسي القاهرة. واخد اللي بالك، الكرسي هي العاصمة، يعني العاصمة، المدينة اللي موجود فيها الملك. فيجلس على كرسي داود أبيه. طب والدولة اللي هيحكمها، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، يعني يملك على إسرائيل، ومركز الملك هي إيه؟ أورشليم. لكن هم رفضوه، قال لا نريد أن هذا يملك علينا.
فضلوا قيصر عن يسوع وفضلوا براباس أدبيا عن يسوع. أطلقوا براباس وحطوا نفسهم تحت سلطان قيصر. اتأجل الملك لم يلغى. مش قال له خلاص مش عايزين يملكوا وسيبهم، لا، قال الرب لربي، قال له ايه؟ تعال اجلس عن يميني وسيبك منهم، لا، حتى اضع اعدائك عند موت. مين اعدائه؟ اللي قالوا لا نريد ان هذا يملك علينا. ولما هيجي ويجلس على كرسي مجده يقول اولئك الذين رفضوا ان املك عليهم ائتوا بهم واقتلوهم امامي. فيبقى هنا ده السلطان. الآية التانية اللي تبين ملك المسيح على الأرض بداية سفر الرؤيا في يوحنا، أنا يسوع رئيس ملوك الأرض. خلي بالكم، رئيس ملوك، مش ملوك السماء، ملوك الأرض. يعني أي ملك، أي رئيس جمهورية في الأرض أنا أرأسه، ما حدش يقدر يتصرف من غير إذني. هو مش ملك على الأرض لكن ليه سلطان على الأرض. في فرق بين سلطانه وفي فرق بين ملكه. ملكه لما يجي يجلس على كرسي مجده ويجمع الشعوب قدامه، لكن سلطانه هو جالس في عرش الآب، خروف قائم كأنه مذبوح، ولما يجي يملك. فهنا رئيس ملوك الأرض. في حد بيقول لك المسيح ملوش ملك على الأرض، طب وإيه الدليل بتاعه؟ لأن يسوع قال مملكتي ليست من هذا العالم. هو قال نص الآية وساب النص الثاني. أرجو أنكم ترجعوا بالإنجيل يوحنا لما بيلاطس كان بيناقشه، بيقول له أنت إذن ملك، قال له مملكتي ليست من هذا العالم. إيه كلمة ليست من هذا العالم؟ يعني مش من نظام العالم، لأن لما يجي واحد يملك لازم يكون ليه ناس هيملكوه ويدافعوا عنه. حتى قال لي بيلاطس لو كنت مملكت من العالم كان أصدقائي جم وعملوا إيه؟ ودافعوا عني، كانوا جم حرب. هو مين اللي حرب عني؟ إيه النص الثاني؟ يا ريت لما ترجعوا تقروها في إصحاح 19 وبيلاطس بيحاكمه، قال له الآن مملكتي ليست من هذا العالم. الآن ليه؟ قال لأن هعمل مملكة سماوية، لكن بعد ما تخلص المملكة السماوية هاجي أملك على الأرض. وفي سفر الرؤيا أول ما يجي وملك نسمع الصوت بيقول قد صارت ممالك الأرض كلها للرب ومسيحه. مدة قد إيه؟ ما نعرفش، لأن الله الزمن بتاعه لا يعرف. ممكن يكون يوم، لأن يوم عند الله كألف سنة وألف سنة عند الله كيوم واحد، لأن الساعة عند ربنا ما نقدرش نحسبها بساعتنا. يعني اللي بيقولوها مثلا هيجي يملك ملك ألفي، لو ملك ألفي يبقى حرف، ربنا الزمان بالنسبة لي مش حرف، ده إسرائيل اتكلم عنهم في النبوة لما هيبعوها يتركهم ويرجع، عارف بيقول لهم ايه؟ لحيظة تركتك وبمراحم كثيرة أتعهدك. عارفين اللحيظة دي قد إيه؟ مش لحظة، 2018 سنة، ولسه 2018 سنة 2018 لحيظة تركتك، لكن في الآخر بمراحم كثيرة أتعهدك. فعشان كده إحنا الزمان ما نقدرش نقول ساعتنا نطبقها على ساعة ربنا. فهنا بيتكلم من آية 11 يسجد له كل الملوك. أول ما يجي، أول ما يقعد على العرش بتاعه، كل الملوك وكل الأمم تتعبد له. لكن مش عبادة الخوف والخضوع والاحترام، لا، عبادة الغضب، خوف من الغضب. عشان كده قال عنه أحد الأنبياء، قال له أعداءك يلحسون التراب. يعني كلمة يبوس على رجلك ويلحس تراب رجلك يقول له في عرضك. ليه؟
أصل ما تعرفش شكل المسيح في مجده هيكون إيه؟ هيكون إيه؟ ده اللي كان بينام على صدره ويتكي ويسمع نبضات قلبه لما شاف جزئية من المجد على قد احتماله، قال لما رأيته سقطت عند رجليه كميت. طب ده اللي بينام على صدره، ده عشرة العمر، ده المدلل، ده حبيبه، ده اللي كان بيطبطب عليه واخده على صدره وبيطبطب عليه، لما رأيته سقطت عند رجليه كميت. طب ايه رأيكم في اتضاعه لما لاجئون شافوا، رغم انه في منظر الاتضاع مش المجد، قال له اتيت قبل الاوان لتعذبنا؟ الشيطان مناخيره فين؟ في السماء. قال له انا مستعد اتنازل وادخل في الخنازير، ومن محبته قال له ادخل في الخنازير، واندفعت الخنازير للجرف وماتت علشان ما يشوفوش. لما هيجي في مجده هيقولوا للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا لكي لا نرى، مش قادرين نشوف وجه الجالس على العرش. جبال، ده الواحد لما نبقى ماشيين في الشارع وبيت بيوقع طوب وفي حتت حجارة بتقع بنبقى خايفين نعدي، ده بيقول للجبل اقع عليا غطيني اردم عليا. وأول ما يغطيهم الجبل، الجبل هيعمل ايه؟ هيسيح أمامك تذوب الجبال. يبص يلاقي الجبل ساح وهو برضه طلع قدامه. والله سيرسلهم إلى الجحيم بمحبته، لأن وشه أصعب من الجحيم اللي هم رايحينه، وهو هيقول لهم خلاص اذهبوا إلى النار الأبدية اللي هي أسهل بكتير من نظرتكم لوجهي. فهنا يبين الخوف، يسجد له كل الملوك، كل الأمم تتعبد له. ليه؟ لأنه بص خلي بالكم، ينجي الفقير المستغيس والمسكين إذ لا معين له. مين الفقير ومين المسكين؟ الفقير والمسكين اللي هيؤمنوا بيه ويرفضوا الإيمان بالوحش. ليه؟ أصل الوحش هيعمل سمة، اللي ما يسجدش للوحش وياخد السمة لا يقدر يلاقي ياكل ولا يشرب ولا يتجوز ولا يروح ولا يجي. طب يعملوا ايه الغلابة دول؟ بني اسرائيل يروحوا فين الغلابة دول؟ فقير ومسكين، ويفضلوا ان يموتوا من الجوع على انهم يسجدوا للوحش. بس في ناس من الامم هتقبلهم، ودول اللي قال لهم كنت عريان وكنت جعان وكنت محبوس، قالوا له امتى ده؟ قال ما فعلتموه باخوات الاصاغر. الاصاغر اي البقيه التقيه من بني اسرائيل اللي هيؤمنوا بيه في اخر الايام. اسرائيل هتنقسم قسمين، قسم يجري ورا الوحش ودول المستفيدين والكبار ويقبلوا سمة الوحش، والقسم الثاني هيرفض الوحش، والوحش هيعمل ايه؟ هيبهدلهم، وهيبهدلهم بهدلة ما حصلتش. عشان كده بيقول لك الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له، يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء، لأن هو اللي هيجي بنفسه وهيخلص. إسرائيل مش هتقدر لا على جوج ولا على ماجوج، لان دول 200 مليون. 200 مليون، انتوا عارفين اسرائيل عددها كم؟ ها؟ كم؟ 8 مليون. الاسرائيليين 8 مليون، شبرا 12 مليون، يعني حي في القاهرة اكتر منهم، حي واحد بس في القاهرة، هم 8 مليون، 12 مليون شبرا، واخد اللي بالكم؟ فهم في الوقت ده، واخد اللي بالكم، هيجي يحط بهم 200 مليون بأسلحة. وديكم بتشوفوا حتى في التلفزيون الأسلحة الفتاكة والأمور دي كلها، طبعا عايزين يمسحوهم بأستيكة
وهم لا مش هيقدروا يدافعوا عن نفسهم، لكن هم هيستغيثوا من أجل البقية التقية، هيستغيثوا هيقولوا بس ده كل اللي جاء علينا عشان أبائنا صلبوا المسيح وقالوا دمه علينا وعلى أولادنا. لما هيصرخوا له هيجي، عشان كده بيقول لك من الظلم والخطف يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه. حلوة كلمة يكرم دمهم، يعني مش هيهونوا عليه ان يتهانوا، مع العلم هو هان عليهم وهانوه. ولما جم يبكوا عليه وهو بيتهان قال لأمهاتهم يا بنات أورشليم لا تبكين علي، ابكوا على أنفسكم وعلى أولادكم، هيجي بيكي ساعة يحيط بيكي أعدائك بمترسة وهيحاولوا يهدموك وبنيك فيكي، لكن هيجي يخلصهم ويبيد هؤلاء الشعوب بنفخة من فمه. عشان كده يقول لك ويعيش. ايه كلمة ويعيش؟ يعني هيبيد الأعداء. طب ويعمل ايه؟ ويعطيهم حياة. يعدهم حياة ايه؟ يعطيهم من ذهب شبع. انا قلت لكم فيه سبع وشبع، والاتنين دول دولة واحدة دلوقتي اسمها اثيوبيا او الحبشة. الجنوب الاثيوبي اسمه شبع، شبع يعني اغنياء. مناطق الذهب كلها في منطقة شبع. اكتر ارض مليانة ذهب من احسن انواع الذهب البريز والاوفير موجود في الحبشة في الجنوب. الشمال ما فيهوش حاجة، فسكان الشمال ياكلوا منين؟ من السبي، يطلعوا على القوافل اللي ماشية يقتلوها وياخدوا اللي معاهم وياخدوا سبي. عشان كده سموها سبا، جت من كلمة ايه؟ يزبي، يعني من الخطف ومن البهدل. الشماليين يخطفوا من الناس والجنوبيين عندهم الغنى الكامل. وكأن لما جينا قلنا قبل كده شبا وسبا، يعني الوحش والغني الكل أمام الله محتاج للخلاص. لكن هنا لما يجي يقول له يعطيهم من ذهب شبع، الذهب رمز للطبيعة الإلهية. الذهب عند اليهود طبيعة إلهية، لأن خيمة الاجتماع خشب الصنت لكن مصفح كله بإيه؟ بالذهب. طبيعة ناسوتية لكن واخدة من الطبيعة الإلهية. ويصلي لأجله، أسف، ويصلى لأجله دائما. يصلوا هما اليوم كله يباركه. يبارك مين؟ يسوع. مين اللي يباركه؟ إسرائيل. مش قال لهم يا أورشليم يا قتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمعكم كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وأنتم لم تريدوا، هوذا بيتكم يترك لكم خراما حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. عشان كده مش هيباركوه مرة، لا، يباركوه اليوم كله. كلمة اليوم كله يعني العمر كله، أصل قبل كده باركوه، حصل ولا ما حصلش؟ يوم حد الزعف وصلنا مبارك الآتي باسم الرب، بس كانت البركة يوم الحد وأصلبه يوم الجمعة، دي ما تنفعش. العمر كله يباركوه. وبعدين يكلمنا عن إسرائيل، هم أقلية تكون حفنة بر في الأرض. عارفين ايه هو البر ولا لا؟ القمح، القمح، سنابل القمح. هم عبارة عن حفنة صغيرة تكون حفنة بر في الأرض في رؤوس الجبال، لكن نعمة ربنا هتغير فيهم. تتمايل مثل لبنان ثمرتها. لبنان دي مشهورة بإيه؟ بالأرز. القمح ده إيه؟ قصير أزعي كده، فتلاقي القمح كده إيه؟ أزعي. تتصور ربنا هيديهم إيه؟ هيديهم مجد وهيصبغ مجده عليهم. واخلي بالك، ويزهرون في المدينة أورشليم مثل عشب الأرض. شمعنا العشب؟ أصل العشب ما تقدرش تعده، صح ولا لا؟ لو أنت جيت قلت لي أنا عندي زرعة كذا،
أقول لك إيه؟ فيها كم نخلة؟ هتعدهم لي. فيها كم شجرة؟ هتعدهم لي. فيها كم عنبة؟ هتعدهم لي. مليانة عشب، فيها كم عشب قد إيه؟ لا ما يتعدش، لا يعد من الكسرة، مثل عشب الأرض، يكون اسمه إلى الدهر. خلاص مش هيقبلوا غير اسم يسوع. قدام الشمس يمتد اسمه على طول كده. وكلمة قدام الشمس يعني في هذا الزمان، أصل الشمس والقمر مرتبطين بمين؟ بالزمان. ويتباركون به كل أمم الأرض، كل الشعوب بتاعت العالم هتيجي تاخد البركة من هذه الأرض المباركة. كل أمم الأرض يطوبونه. ما حدش طوبه في الأرض، يمكن طوب أمه مرة واحدة، طوبت قالت له طوبى للبطن اللي حملك والثدي اللي رضعك. لكن مين طوب المسيح؟ ده اسمه مكروه الأمة رغم انه ابنه محبته. وبعد كده نيجي بقى للتسبحة الختمية، مبارك الرب الله إله إسرائيل. الرب الإنسان يسوع، الله اللاهوت المتحد به، إله إسرائيل اللي ملك على إسرائيل، الصانع العجائب وحده. ايه كلمة الصانع؟ يعني مش واحد تاني. ما هذا السؤال اللي غلط فيه يوحنا، انت هو ولا ننتظر اخر؟ يوحنا اكتشف ان يسوع ده جاي يعمل عمل كشفه له الروح القدس، ان هو ايه؟ يحمل خطية العالم. فقال ده حمل الله اللي هيرفع خطية العالم. طيب حمل الله اللي هيحمل خطية العالم وهيخلصنا من الرومان ولا لا؟ فهو افتكر انه هيعمل العملين، العمل الاولاني يحمل خطية العالم، العمل الثاني يبيد مين؟ الرومان. ما باتش الرومان ولا بات هيرودس، وهيرودس رمى يوحنا في السجن وكان منتظر ان يسوع يجي يطلعه، لا طلعه ولا سأل فيه وداخل على الموت. ايه ده؟ طب ما المخلص اهل، ممكن يكون في اتنين مخلص، يمكن ده جاي عشان يخلصنا من الخطية وهيجي مسيا تاني يخلصنا من الأعداء. فبيقول له أنت هو الآتي اللي هتيجي مرة تانية ولا ننتظر آخر آتي؟ يعني أنت اللي جيت المرة دي، إحنا مؤمنين بيك، جاي تغفر تخلصنا من الخطية، لكن هتيجي تاني ولا غيرك هيجي؟ الروح قولوا ليوحنا اللي أنتوا شايفينه، العمي يبصرون والعرج يمسون، أنت هو الإله الصانع العجائب وحده. أنت اللي صنعت العجائب في المجيء الأولاني، مبارك اسم مجده إلى الدهر. في المجيء الأول أثبت لاهوته بمعجزاته، إن كنت لا تؤمنون بي بسبب كلامي آمنوا بي بسبب أعمالي. لكن في المجيء الثاني مش عايز معجزات، ده اسم مجده، لأن هيجي وأمامه تذوب الجبال، جاء غضب الخروف من يستطيع الوقوف. عشان كده بيقول لك ومبارك اسم مجده إلى الدهر إلى الأبد، ولتمتلئ الأرض كلها من مجده. يعني إن حد قال لكم المسيح جه في الحتة الفلانية ولا الحتة العلانية ما تصدقوش، هو مجيئه زي الشمس، يمكن الشمس بتشوفها كل الكرة الأرضية، نص الكرة الأرضية، لكن هو هتشوفه كل عين. يأتي على السحاب وتنظره كل عين، فنقول أمين فأمين. وبكده تكون تمت الصلوات بتاعة داود النبي. قبل ما مدخل في الموضوع بتاعي، في أسئلة كتيرة جتني، مش عارف أكتر من 10-12 كل شوية واحد يبعت لي سؤال عن حتة الحية دي، مش عارف تعب الناس كلها، الحية اللي كانت في الجنة مع آدم، هل هي الشيطان ولا مش الشيطان؟ وفي ناس تسأل تقول لي أصلي أسفار موسى ما فيهاش كلمة الشيطان وفيها كلمة الحية. في ناس بتبقى متشككة كتير. صحيح أنا جاوبت الأفراد لكن ما جاوبتش ليكم كلكم عن الموضوع.
الموضوع سهل جدا في كلمتين. أولا السؤال الأولاني، أسفار موسى ما جاش فيها اسم الشيطان. هو موسى كتب كم سفر؟ كتب 6 أسفار ومزمور، كتب 5 أسفار الناموس، وكتب سفر أيوب، وكتب المزمور 90. أول سفر كتبه سفر أيوب قبل ما يكتب سفر التكوين. في سفر أيوب أول إصحاح بيقول: ولما جاءوا بني العلي ليسجدوا جاء الشيطان ومثل بينهم وقال له: من أين أتيت؟ قال له: من الجولان في الأرض والتمشي فيه. الحية تتكلم؟ لا، لكن الشيطان ممكن لما يلبسها يتكلم من خلالها. فعشان كده الحية اختارها الشيطان علشان يتجسد فيها. وكل اللي يملكه الشيطان الحيلة، وادى الحيلة للحية وهي أصبحت حكيمة بفعل الشيطان وهي أحيا لكل شيء. أول حية ظهرت في الكتاب المقدس في الإصحاح 3 من سفر التكوين. لو احنا طلعنا سفر الرؤيا، ما احنا بنؤمن بالكتاب كله ولا بأسفار موسى بس؟ لو طلعنا سفر الرؤيا إصحاح 20 بيقول ايه؟ ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة على يده. ده ملاك. فقبض على التنين الحية القديمة. مين هي آدم حية؟ اللي حاربت آدم، في آدم منها. فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان. عايزين ايه تاني بعد كده؟ الحية القديمة مش اللي ساكن فيها، الذي هو إبليس والشيطان، يعني لبسها الشيطان واستخدمها بالكامل وأصبح اللي بيتكلم هو الشيطان. عشان كده نبقى عارفين ان لا مش اي حاجة نسمعها نبتدي نتهز ونخاف ونقول بيقولوا كذا ويقولوا كذا. لا ماشي. طيب ندخل لموضوعنا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي إصحاح 3 من آية 13، بركاته فلتكن معنا أمين. وأما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير، وإن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة فسموا هذا، سموا هذا ولا تخالطوه لكي يخجل، ولكن لا تحسبوه كعدو بل انظروه كأخ. ورب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه. الرب مع جميعكم. السلام بيدي أنا بولس الذي هو علامة في كل رسالة، هكذا أنا أكتب. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين. النهاردة هنختم يا أحبائي رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي. قلنا في المرة اللي فاتت كان بيتكلم عن موضوع الكسل. في ناس قالوا إن المسيح جاي في أيامهم، وما دام المسيح جاي فراحوا باعوا كل ما يملكوا وعاشوا كده وبطلوا يشتغلوا. فطبعا لما بطلوا يشتغلوا ما معهمش فلوس، وما دام ما معهمش فلوس اضطروا يعملوا ايه؟ يشحتوا. وربنا ما بيحبش كده. ليه؟ لان العمل الله اعطاه للانسان قبل ان يخطئ مش بعد ان اخطا. تعرفوا لو ربنا ادى الانسان العمل بعد الخطيه يبقى نوع من ايه؟ من التاديب. لكن ده ربنا لما خلق ادم قبل ما يخلق حواء كمان حطه في الجنه وطلب منه ان يعمل وظيفتين، يفلحها ويحرسها. هو صحيح لا عارف يفلحها ولا عارف يحرسها وضيعها.
فالإنسان ليه اتخلق؟ ليعمل، لأن دي صفة الله. الله بيعمل، أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، وإحنا مدام مخلوقين على صورة الله ينبغي إيه؟ أن نعمل. والكتاب واضح يقول لك من لا يعمل لا يأكل. فالعمل عمل أساسي. الشحاتة ما تنفعش غير في حالتين اتنين، والاتنين يتجمعوا مع بعض، ان يكون عاجز ويكون مش وارث، لا دي ولا دي. طالما انا عاجز ووارث اصرف من الميراث، طالما انا مش وارث وبصحتي يبقى اشتغل. لاني صحيح ربنا بعد ما طرد الانسان قال له لا تريد لا تعود الارض تعطيك قوتها، يعني الارض ما تديكش قوتها، وتاكل خبزك بعرق جبينك. لكن العمل الاول قبل ما الانسان يخطئ العمل كان لذيذ. وايه اللي بيخلي الناس تكره العمل؟ واخد اللي بالكم؟ الفشل. الفشل. لكن اللي بيعمل عمل ومش فاشل وعمله ناجح على طول تلاقي ايه؟ مستمر وفرحان. يقول لك انا بشتغل وبيجيب ايه؟ بيجيب نتاج، بيجيب نتاج. فهنا لما قال لهم بولس الرسول قال لهم لا، لازم الناس كلها تشتغل. نكمل الكلام من آية 13. أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير. إيه معنى كلمة لا تفشلوا في عمل الخير؟ أصل ساعات إحنا بنقول السيئة تعم والحسنة تخص. دي دايما، دي طبيعة فينا البشر، السيئة تعم الحسنة تخص. يعني مثلا لو كاهن طيب وكويس بنقول أبونا فلان ده إيه؟ طيب وكويس. لو كاهن ظهرت لي غلطة آدي الكهنة يا عم، مش أبونا فلان ظهر، لا آدي الكهنة. بنجيبهم كلها في أي حاجة في أي عمل. لو واحد من بتوع الكنيسة اللي بيحضروا الكنيسة وبيتناول كويس، فلان ده ده راجل ممتاز، ده طيب، الست دي طيبة كويسة. لو واحدة طلعت وحشة ادي يا عم اللي بيروح الكنيسة. فهي بتبقى تعم، واخد اللي بالكم؟ السيئة تعم. فطبعا احيانا كتيرة الاسئلة دي بتتعبنا احنا. ليه؟ لان بنيجي نعمل الخير، فبنعمل الخير مع ناس يخدعونا ويضحكوا علينا وينصبوا علينا، وطبعا ده عمل ربنا. فأحيانا يمكن في ناس بتبقى محتاجة تروح في الرجلين، ما خلاص مش ضمن اللي جاي يطلب مني المعونة ده ولا المساعدة دي يستاهلها ولا ما يستاهلهاش. فييجوا الناس يقول لك يا عمي الناس اللي جايين كده وبيقولوا ادونا ودونا ودونا ودونا، وطلع ان عندهم ومحوشين وغيره، يبقى مش هندي حد. لا، لا تفشلوا في عمل الخير. انا عايز اتكلم عن العطاء. العطاء يا احبائي انا دايما بقول الاتي، يعني نفترض انت دخلك 1000 جنيه، ربنا حقه كام؟ 100، وانت حقك كام؟ 900. طب 900 بتوعك بترميهم كده وبس ولا بتصرفهم في مكانهم؟ طب ليه 100 بتاعت ربنا ما تصرفهاش في مكانها؟ لان الكتاب المقدس لم يقل طوبى لمن يعطي المسكين، قال لك طوبى لمن ينظر للمسكين. هناك فرق بين يدي وينظر. ينظر يعني ايه؟ يعني يتأكد ان ده فعلا مسكين ولا لا. الحسنة دي اللي هتروح، طب ما ممكن واحد يكون هياخد مني فلوس، وكثيرين يجي يقول لك انا ده واحد جاي يتكلم معاي مش لاقيين ناكل، والسجاير علبة السجاير في جيبه وريحة السجاير معاك، طب مش لاقي تاكل، جايب سجاير وقعد تشرب سجاير، ازاي مش لاقي تاكل؟ وازاي انت بتقول كذا وكذا وكذا؟ في ناس بتشرب خمور وبتتعاطى مخدرات وبتدور تشحت بالطريقة دي.
فهنا الكتاب بيقول في سفر يشوع بن سراخ يقول لك ميزوا في عطاياكم. ميزوا يعني ميزوا في عطاياكم، يعني اللي يستحق أكتر اديله أكتر، واللي يستحق قليل اديله قليل. طب واحد يسألني سؤال، طب ما في الكتاب بيقول لك من سألك لا ترده. كلمة لا ترده يعني ما تجرحوش. يعني لو واحد جه ادينا قال لك اديني لله وهو مش محتاج، قول له ربنا يديلك، ربنا يديلك ويدينا. انت ما ردتوش يعني ما قلتلوش يا شيخ ايه الكلام الفاضي والعمل اللي انتوا بتعملوه والكذا كذا، لا، اللي هيحاسبه ربنا. لكن ما تردوش يعني ما تجرحوش. هذه كلمة لا تردوا يعني لا تجرحوا. ميزوا في عطاياكم. طوبى لمن ينظر إلى المسكين، مش طوبى لمن يعطي المسكين. فهنا بيقول لهم إيه؟ بيكلمهم في آية 13، أما أنتم أيها الأخوة فلا تفشلوا في عمل الخير. الفشل في عمل الخير إنك اديت ناس وطلعوا ما يستحقوش. رحت واخد موقف أنا مش هدي حد، يبقى أنت كده عملت إيه؟ فشلت. فشلت ليه؟ لأن كل مجتمع أيا كان فيه الكويس وفيه الوحش. في مثل بنقوله صوابع ايديك مش زي بعضيها، واخد اللي بالكم؟ عشان كده بيقول لا تفشلوا في عمل الخير. إن كان أحد بيتكلم بقى بيرجع لمين؟ للناس اللي دايرين يشحتوا. إن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة فسموا هذا. سيمو ايه معنى كلمة سيمو؟ يعني خدوا موقف منه، ما تتعاملوش معاه ولا تخالطوه لكي يخجل. مش انتقام منه، لا، كعلاج، نوع من العلاج. لما انا اعمل حاجات ولاقي ده خد موقف مني وده خد موقف مني وده خد موقف مني، اشوف نفسي في المراية، أنا اللي خليت الناس كلها، الناس اللي كانت كلها بتحترمني جد دلوقتي كلها واخدة مواقف مني. طب إيه الغلط اللي فيا؟ فابتدي أصلح إيه؟ أصلح في نفسي. فأنت بتعالجني مش بتنتقم مني. عشان كده بيقول لك فسيموا هذا ولا إيه؟ تخلطوه، ولكن لا تحسبوه كعدو. اوعى تحسبوا عدو، بل انظروه كأخ. شوف الأخ كده لما يكون لي أخوه وماشي مش كويس يقعد يقول لي أخويا اسمع كلامي، أنا بحبك، مصلحتك أحسن. كل المواضيع دي بتبقى جميلة جدا بالنسبة لينا إحنا كبشر. يبقى إذن بالنسبة للمحتاجين، بالنسبة للي يجوا وبيتكلموا، إحنا بالنسبة لهم بنعمل، الكنيسة علمتنا كده، نعمل لجنة علشان تفحص الحالة. بناخد العنوان، بنروح نزور، بنشوف الحالة ايه واحتياجات الحالة، وان كانت فعلا في حالة احتياج الكنيسة تديها. بس في حاجة اسمها ايه؟ العطية الدايمة. ايه العطية الدايمة؟ زي اولاد مدارس الاحد لما بنديلهم كل واحد ايه صورة، يعني أنا لما بيجوا الغلابة ويقولوا 5 جنيه 5 جنيه 5 جنيه 5 جنيه، لكن المساعدات اللي تستاهل المساعدة للناس اللي إيه اللي تستاهل. لكن لا تحسبوه كعدو بل انظروه كأخ. وهنا الكتاب بيورينا إن إحنا أعضاء في الجسد الواحد. حتى الأخ الشاذ اللي خدنا موقف منه اللي ظهرت غلطاته، ليه نعامله كأخ؟ يمكن هو طلع غلط في الشحاتة، ما أنا فيه غلط فيا في حاجات تانية غير الشحاتة. ما ممكن يكون عندي الكذب، عندي العصبية، عندي النرفزة، عندي الطمع، عندي مسك السيرة، عندي الجسع، عندي الشهوة. الأمور دي كلها بتبقى موجودة فيا. فأنت لما تبص لضعف نفسك تعتق غيرك من ضعفه وتتعامل معاه. يختم الكلام رب السلام نفسه. حلوة بولس ده، جميل. رب السلام نفسه يعطيكم السلام، لأن المسيح لم يترك تركة لنا غير السلام. دايما بقول كده، عند الصليب كل حاجة اتخذت منه، كل حاجة اتخذت منه. الآب في يديك
استودع روحي. خد الاب الروح، الجسد تركوا ليوسف ونقدموس يدفنوه، امه تركها ليوحنا الحبيب، ثيابه خدوها الجنود واكتسبوها بينهم. فضلوا ايه تاني؟ واخدين اللي بالكم؟ الصندوق سرقوا يهوذا وفضاه خالص قبل ما يشنق نفسه، يعني لم يترك شيئا. يأتي المسيح ويقطع وليس له. كلمة وليس له يعني ما طلعش حاجة. انتوا عارفين ليه اختسموا ثيابه بينهم ولا لا؟ عارفين ليه؟ اصل في لا لا القانون الروماني، الرومان يحرصوا على تنفيذ القانون حرفيا، والقانون الروماني يقول الفرقة اللي بتقوم بعملية الصلب تاخد ممتلكات المصلوب. فلما صلبوا اللص اليمين خدوا بيته وممتلكاته، ولما صلبوا اللص الشمال خدوا بيته وممتلكاته. لما صلبوا المسيح قالوا فين بيته؟ قال ما عندوش بيت. طب فين ممتلكات؟ ما عندوش ممتلكات. طب ايه اللي عنده؟ قالوا ما فيش غير شوية الهدوم دول. قال عشان ننفذ الناموس القانون بتاع الرومان ناخد الهدوم ونقسمها بينا، ان شاء الله نقطعها كل واحد ياخد له حتة عشان يبقى القانون ايه؟ اتنفذ. ادي معنى كلمة اقتسموا ثيابه بينهم. لكن التركة الوحيدة اللي تركها لنا الرب يسوع السلام، سلامي أترك لكم، سلاما أنا أعطيكم. ما الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين سلامي وسلاما؟ سلامي أترك لكم. إيه هو سلامه؟ المصالحة مع الآب، خلاص حجاب الهيكل انشق وترك لنا السلام واتفتح طريق الأقداس وما أصبحش بيننا وبين الآب أي عداوة، وأصبحنا ندخل إلى الأقداس بثقة وبإيمان. سلاما أنا أعطيكم لأنكم موجودين في عالم موضوع في الشرير، يبقى سلامي سددت الدين وانشق الحجاب. سلاما أبعت لكم الروح القدس عشان يحميكم من العالم الموضوع في الشرير، اللي فيكم أقوى من اللي في العالم. فما تخافش، قل حتى إذا اهتزت الجبال وسقطت في قاع البحار لن يرتعب إيه؟ قلبي. أدي معنى كلمة رب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه. إيه معنى كلمة من كل وجه؟ من الأوجه الأربعة. يعطينا سلاما من الشرق، ويعطينا سلاما من الغرب، ويعطينا سلاما من الشمال، ويعطينا سلاما من الجنوب. ما هو سلام الشرق؟ أن يشرق بنوره في قلوبنا. ما هو سلام الغرب؟ أنه كسر لنا شوكة الموت، ولما نغرب تغرب حياتنا الموت ملهوش سلطان علينا. سلام الشمال أي الضعف، فهو بالضعف أثبت ما هو أثبت من القوة. سلام الجنوب أي القوة، لأن شماله يسندني ويمينه يعانقني، يعني بموته سندني وبقيامته احتضني. ادي معنى كلمة من كل وجه، الرب مع جميعكم. وبعد كده كتب جملة عجيبة، السلام بيدي انا بولس. بولس نظره ايه؟ ضعيف. كل الرسائل كتبها كان بيمليها لحد، لكن السطرين الاخرانيين 17 و18 كتبهم بإيده، كان دايما يكتب بخط إيه؟ كبير، ما أعرض الحروف، لأن نظره رأي دايح خالص. السلام بيد بولس الذي هو، خلي بالكم، علامة في كل رسالة. يعني لما تلاقوا السلام بتاعي موجود في كل رسالة اعرفوا أن أنا الكاتب. إيه هو السلام بتاعك؟ نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين. هي دي الرسالة؟ ايوه هي دي الرساله. عشان كده لما نقرا رساله العبرانيين يقعد يشكك ويقول لك ايه؟ مش هو، لان بولس ما كتبش بولس، كتب بدا بالله بعد ما كلم الاباء بالانبياء. قول له طب شوف الامضه الاخيره،
نعمة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. يبقى إذن الكاتب هو بولس الرسول. الله يبارك.